إلى طبيعتها عادت الحياة للفضاءات العمومية بمدينة الانبعاث. على كورنيش المدينة اختار البعض الاستمتاع بزرقة البحر وببياض الأمواج الهادئة، آخرون أطلقوا العنان لسيقانهم مشيا أو ركضا بعد أشهر قضوها داخل البيوت. الصغار بدوا كعصافير تعانق الحرية على بساط أخضر هيأته مصالح الجماعة الترابية لأكادير. والناس بدات كتحرك، بدات استبشرت خير ونطلبوا الله الخير. حنا جايين، انا جاي من طاطا، انا من طاطا اصلا. خرجنا المهم شمو شويه الهواء، حنا حضر البحر كيف كتشوف الناس مجموعين، يعني خرجوا بكثره اليوم. نتمنوا انهم يحافظوا على هذا المهم، على هذه الوتيره باش ان المنطقه ديال جهه السوس استمر فيها هذا، يعني ان بنادم يخرج ويتنفس ويحاول. حد ثلاثه اشهر ده الصراحه طويله، بنادم مسد عليه وبزاف الحوايج. انتعاشة المدينة وأهلها تأتي بعد دخول قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي حيز التنفيذ في شقه المرتبط بمناطق التخفيف رقم 1 التي يدخل ضمنها مجموع مناطق جهة سوس ماسة. المنتزهات والفضاءات العمومية كحديقة ابن زيدون وكورنيش المدينة والشوارع الرئيسية تنفست الصعداء، وكلها أمل في التزام المواطنين بتدابير الوقاية لتكتمل الفرحة بالتخلص من الجائحة.